حياكم الله مشاهدينا، مثل ما تشوفون الطائرة اللي تقل أسمن امرأة في العالم إيمان تحط في مطار أبو ظبي. استقبال طاقم الطائرة من الدكتور شمشير صاحب مستشفى برجيل الذي تكفل بعلاج أسمن امرأة في العالم وتقديم بوكيه ورد خاص فيها وترحيب من كافة طاقم العمل والطيارين والمتواجدين. وهذه إيمان عبد العاطي، والآن عمليات إنزال خاصة في هذه الطائرة الخاصة هنا في مطار أبو ظبي الدولي، ووصول سيارة الإسعاف الخاصة مثل ما نشوف هني، وعمليات نقلها الآن، تكاتف كافة الجهات المختصة والطبية والكوادر متواجدين حاليا، الكل يعمل جنبا إلى جنب لنقل إيمان إلى، وهذه إيمان موجودة حاليا في سيارة الإسعاف، يتم نقلها إلى مستشفى برجيل في العاصمة أبوظبي من المطار. مثل ما نشوف هني الطيارة وسيارة الإسعاف، ووصلنا الحين إلى مستشفى برجيل. حضور قوي لكافة وسائل الإعلام العالمية والمحلية في استقبال إيمان، والتي الآن يتم نقلها ودخولها إلى المستشفى. مثل ما نشوف داخل مستشفى برجيل، ومنع كافة وسائل الإعلام من الدخول. وهذه الغرفة التي ستقطن فيها المريضة إيمان عبد العاطي في مستشفى برجيل في العاصمة أبوظبي، وتمنياتنا للشفاء لها.